أوله العلم الصمت عشان تسمع. أما اللي بيتكلم كتير من الأول كده وينائر كتير يحرم بركة العلم. يحرم بركة العلم. كان في واحد من تلامذة سيدنا ابن عباس كان ذكي، إنما كان لسانه أطول من ودان، وليس ودانه أطول من لسان. لازم الودان إيه تبقى هي اللي أطول من اللسان. كان اسمه مطرف ابن الشخير. قال: فمن كثرة جدلي مع ابن عباس حرمت علمه. يعني هو أدرك لما كبر إنه هو حرم علم ابن عباس. مطرف ده راجل كبير، إمام يعني، ولكن ابن عباس أعظم وأمكن. فلما كان ينقره كلمة بكلمة كان يبوظ عليه إنه يجيب له الحاجة كاملة. فأول العلم الصمت، صمت من أجل التلقي. بعد ما تصمت وتستمع، الاستماع معناها الاستجابة، تحط في دماغك بقى وتستجيب، تصدق، تفهم وتصدق. ثم الحفظ، احفظ بقى نمرة ثلاثة. ثم الاسترجاع، فالأداء يعني هتعمل على طول، والعمل يخليك تفتكر الكلام لأنك عملت بيه.